من يرقى بالقرآن فاز أعلى المراتب في حاز. حلق بدينك باعتزاز، لا تبتئس من زيفه، فلأنت للدنيا الصلاة. قرآننا خير الكلام، للحب يهدي والسلام. عطر صلاتك والقيام، فنسيب عطرك منه فاح بأريج من فلق الصباح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج فاتبع قرآن، البرنامج المسابقاتي الذي تسجل حلقاته في الساحل الغربي وبرعاية من قيادة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفينا في هذا أو في هذا البرنامج، الأستاذ الدكتور حسن المطري، بكالوريوس دراسات إسلامية، وأستاذ أو دكتور الدكتورة في أصول التربية بجامعة الحديدة ورئيس جامعة الحديدة، والشيخ وجيد الحيقي، مقيم الحفظ والتلاوة والتجويد. كما نرحب أيضا بالمتسابقين، المتسابق الأول نصر الدين الشاذلي، والمتسابق الآخر علي محمد محمد إبراهيم دهام، يحفظان القرآن كاملا ويسابقان فيه. والشيخ وجيد سيلقي السؤال على نصر الدين. تفضل شيخ وجيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الأخ نصر الدين، اقرأ من قول الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى قوله عز وجل: والله عليم بما يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. حسبك. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. ما شاء الله نصر الدين، أبدعت تلاوة وتجويدا وحفظا، ما شاء الله عليك وبارك الله فيك. يقول الله عز وجل: يشبه أعمال الذين كفروا بظلمات بعضها فوق بعض في بحر اللجي
بعضها فوق بعض، ما الغرض التشبيه هنا دكتور حسن؟ لشدة الظلمة. نجد على أن هناك كثير من يعني الأمور الحائلة التي تزيد من شدة الظلمة، منها الألوان، منها الحوائل والسحب والموج السطحي والموج الداخلي، ثم أنه الألوان هذه تبدأ بالأحمر ثم البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر ثم النيلي ثم البنفسجي ثم الأزرق. هذه كلها متواجدة في البحر، في عمق كلها البحر، في عمق البحر، وبينها وبين كل لون نوع من الظلمة. ونجد على أن تبدأ الظلمة من 200 بعد 200 متر بعد من سطح البحر، من سطح البحر، نعم، وتزداد من 500 إلى 1000 متر، تزداد الظلمة ويصبح الظلام هنا شديد. يعني هذه حقائق علمية كشفت مؤخرا، هذه الحقائق العلمية كشفت مؤخرا، وتزداد هذه بازدياد الموج، وكلما قصر الموج أدى هذا إلى إمكانية أن تمرر الرؤية أو تعبر الرؤية، لكن كلما زادت الأمواج كلما زادت الظلمة. هذا ما كشفه العلم الحديث، هذا ما كشفه العلم الحديث، ويتطابق تماما مع الآية كظلمات في بحر لجي فوقها ظلمات بعضها، بعضها فوق بعض، ظلمات فوقها بعض. نعم، شكرا دكتور حسن. وننتقل مباشرة إلى الشيخ وجيد ليلقي السؤال على الأخ أو المتسابق علي محمد دهام. تفضل الشيخ وجيد. الأخ علي، اقرأ من قول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى، إلى قوله تعالى: سدرة المنتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى. أحسنت، بارك الله فيك، صدق الله العظيم. لكن لماذا لم تمد المد الجائز؟ أوحى المدين مريت عليهم مرور الكرام، فأوحى إلى عبده، صحيح، هذه واحدة. نعم، نعم. لكن يعتبر عليك ذلك من أفضل من مر على مدار الحلقات السابقة، لكن المهمة صعبة أمام نصر الدين والتقييم لك يا شيخ. نحن نطرح سؤالنا على الجمهور. السؤال: عند سدرة المنتهى، ما هي سدرة المنتهى عند العرب؟ نتابع الجمهور ثم نعود إليكم. أعزائي المشاهدين، سؤالنا لهذه الحلقة نطرحه من النخيلة عن سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما هي سدرة المنتهى؟ نتابع الجمهور في النخيلة. وأول أول مواطن معنا من الجماهير، السلام عليكم، نتعرف على اسمك. سليمان محمد عمر مليكي. سليمان محمد عمر. هذه ايش اسم القرية؟ النخيلة. النخيلة كلها المكان؟ النخيلة كلها. طيب، عندنا سؤال: سدرة المنتهى، ما هي سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى، صلى الله عليه وسلم عندما عرجبة بلغ إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما هي سدرة المنتهى؟ هي الجنة. لا، الجنة، الجنة تجري تحتها، تحت سدرة المنتهى. لكن ما هي سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى ما هي؟ الأرش يمكن. نتابع معكم أعزائي المشاهدين من منطقة النخيلة غرب الدريهمي. نلتقي أيضا بالأخ. السلام عليكم، شهر مبارك مقدما. جميل، إن شاء الله. منه احنا عندنا مسابقة رمضانية في القرآن الكريم، وسؤال عليه 30,000 حول القرآن. ما هي سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما هي؟
والله مذكورة في القرآن الكريم لكن سدرة المنتهى. في سورة إيش؟ الطور النجم، في سورة النجم. في سورة النجم فعلا. ما هي؟ سدرة المنتهى. إيش اسمك أنت؟ مشهور محمد إبراهيم. يا الله مشهور. طيب الأخ؟ طاهر مقهوي. ما هي سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى هي سدرة لذلك بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا. فعلا عرج فيها إلى السماء من السماء الدنيا إلى السماء السابعة تصل، لكن ما هي سدرة المنتهى؟ ماذا يفصل بها؟ يفصل بها سدرة المنتهى. نعم. يفصل بها إلى السماء السابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بسدرة المنتهى؟ قل لي ماذا يقصد بها؟ الله أعلم. كل سنة وأنت طيب. كل عام وأنت طيب. سدرة المنتهى ما هي؟ سدرة المنتهى. نعم. كيف حالك؟ حياك الله. اللهم لا الحمد. كل سنة وأنت طيب وشهر مبارك مقدم. هذا جميل إن شاء الله. طيب أسألك عن سدرة المنتهى، ما هي سدرة المنتهى؟ وما هو سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى عند جنة المأوى. في جذورها يعني جنة المأوى. الصدر ما يغشى ما زرع الفؤاد. ما هي سدرة المنتهى في سورة النجم؟ سدرة المنتهى؟ أيوة. ما هي سدرة المنتهى؟ سدرة أيوة. النجم. والنجم إذا هوى ما قريتهاش؟ بلى. بلى. إيش تقول؟ والنجم إذا هوى؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق؟ ما ينطق إلا عن أين الهوى؟ إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو الأفق الأولى. الأفق الأولى الأعلى. الأعلى. ثم دنا. ثم دنا وتدانا فتدلى فكان قاب قوسين أو دنا. شجرة إيش؟ السدر. شجرة إيش؟ السدر. القلب ولا إيش؟ القلب. هي شجرة أم سدر؟ يعني السدر نفسها هي العلب. طيب إيش هي؟ شجرة شجرة العلب. شجرة العلب شجرة السدر. أيه. طيب يعني السدر ايش؟ اذا يغشى السدرة ما يغشى. وهناك ايش يوجد؟ الثقب. الثقب. الثقب الدودي. هو انتزعنا الإجابة من الأخ أو الولد من؟ ناصر. ناصر. يعني قد وصلنا إلى منطقة النخيلة وناصر يدرس في الصف السادس الابتدائي ومن المتنورين في هذه القرية، فانتزعنا الإجابة منه انتزاعا وحاولنا أيضا أن نشجعه. سنكمل الإجابة. إذ يغشى السدرة ما يغشى عندها جنة المأوى. السدرة هي الثقب الدودي، ولذلك جاءت بلهجة السدرة لأن العرب، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب أن يخاطب القرآن كفار قريش بالثقب الدودي الذي الآن اكتشفه العلم الحديث، لكن قال سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. سدرة المنتهى الثقب الدودي يتشابه كثيرا مع شجرة السدر، إذ لها ساق قائم يصل ما بين السماء الدنيا إلى السماء السابعة بالثقب الدودي هذا، وله تفرعات متعرجة، فلذلك قال عند سدرة المنتهى حتى يسهل التوصيف لكفار قريش. ومع مرور الأيام وتجدد العلوم اكتشف العلماء أن هذا الثقب الدودي، واكتشفوا أنه يشبه سدرة المنتهى، يصل ما بين السماء الدنيا والسماء السابعة، عرج من خلال النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة في غضون لحظات، فهو يختصر المسافة والمكان والزمان بمسافة السنين الضوئية، وهو الثقب إيش؟ الدودي. الثقب الدودي. حصلنا على الإجابة السليمة وانتزعنا الإجابة من الولد مرة ثانية. ناصر. ناصر من قرية النخيلة، مديرية الدريمين، جنوب الحديدة تقريبا بكم؟ 15 كيلو جنوب مدينة الحديدة، ب 15 كيلو. ناصر مبروك عليك الجائزة 30,000 ريال، مبارك لك. عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين، وللتقييم بين المتسابقين نصر وعلي نستمع إلى النتيجة من الشيخ وجيد. في الحقيقة يعني المتسابقان يعني كفريسي رهان. نعم. ولكن في تلاوة الأخ نصر ما شاء الله أبدع. أبدع فيها. نعم. ولهذا حصل على الدرجة الكاملة، والأخ يعني ربما نقص عنه بنصف درجة، ليس بشيء الكثير. فهذا يعني التقييم يعني الأخ نصر أو الحافظ نصر حصل على 100 درجة، على 100 درجة من 100 درجة، وعلى 99 درجة ونصف الدرجة
حصل عليها علي محمد ودرجة يعني عالية جدا، لكنه أمام نصر الحاصل على الدرجة النهائية سيغادرنا وسيظل معنا نصر في التصفيات القادمة والمراحل القادمة، وأعتقد أنه سيصل إلى مراحل متقدمة بالنسبة لنصر، ونتمنى له التوفيق. وعلي سيغادرنا بجائزة مقدارها 20,000 ريال مقدمة من قيادة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي. تفضل يا علي، تفضل. إذن أعزائنا المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء. نستودعكم الله حتى حلقة الغد، إلى اللقاء. من يلقى بالقرآن فاز، أعلى المراتب في حاز، حلق بدينك باعتزاز، لا تبتئس من زيفهم، فلن تلي الدنيا الصباح.